على الاسف بعد المقابله ديال السوبر خرجوا واحد ما عرف شكون هذاك، سامحه الله، خرجوا واحد الخلاف مع اظن الحسوني وجبران وهذا واللاعبين وكذا وكذا، مع الاسف هذاك الشيء ما كاينش. فرحان يمكن مع الاسف الفارق هو انه كان مصاب ما بداش التدريب، يعني لما التحق الوداد كان فقط تيجري يعني تيدير عمليه الركض وكيعالج يعني الرجل ديالو، يلاه بدا تيدخل تدريجيا. وانا قلت قبل قليل لانه مثلا مت هذه المقابلات غيستافد منها فرحان يعني بشكل كبير، وليس فقط فرحان حتى اوناجم حتى هو باقي ما جاش 100%، حتى هو غادي يستافد يعني واحد المجموعه ديال اللاعبين اللي رجعوا تدريجيا. حمود اليوم اللي دخلت هو من العناصر اللي هي شابه واللي هي جيده، حتى هو غادي يستافد ان شاء الله، ولو انه غادي يكون في لائحه ديال المنتخب الاولمبي. لو كان مع الوداد كان غيستافد حتى هو، لانه ولو انه يمكن هو تدرب شي شويه قبل، لانه كان مع المنتخب اللي كان غادي يمشي للالعاب الاسلاميه. بالنسبه لنا حنايا اللاعبين كلهم حاضرين الان، كل شيء تقريبا يعني تعافى، فقط كتبقى الجاهزيه ديالهم، وان شاء الله فرحان ممكن نشوفوه يعني قريب يعني في التشكيل ديالهم.